اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض. ودلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده اللي كان بيتكلم عن فرص منتخب مصر الاولمبي في التاهل للادوار الاقصائيه في اولمبياد باريس بعد الفوز على اوزبكستان. تعالوا كده ناخد رسائل واراء جمهورنا على موضوع حلقتنا ونبدا من عند احمد عبد الفتاح. صبح عليك يا احمد، وبيقول بعد الفوز الغالي لمنتخب مصر على اوزبكستان اصبحت حظوظ مصر كبيره جدا في التاهل للدور الثاني، وان شاء الله نحقق ميدالية في كرة القدم لأول مرة في تاريخ الأولمبياد إن شاء الله بإذن الله يا أحمد. حامد السعداوي، بنصبح عليك يا حامد، وبيقول فرص منتخبنا الأولمبي أصبحت عالية جدا بعد الفوز على أوزبكستان، ويكفينا التعادل أمام إسبانيا وتعادل أو خسارة منتخب الدومينيكان أمام المنتخب أوزبكستان، وإن شاء الله منتخبنا يصعد على طول بإذن الله يا أستاذ حامد. أيمن الفيومي بيقول أنا شايف إن الصعود ممكن بنسبة 90% لأن المنتخب الإسباني ضمن الصعود ودوافعه أمامنا ليست قوية، فلازم نستغل ده لصالحنا ونخرج على الأقل بنقطة الصعود إن لم يكن الثلاث نقاط إن شاء الله. كل التوفيق للمنتخب، كل التوفيق لزيزو، وأتمنى إنه يسد ودانه عن كل ما يكتب ويقال عنه من الحملة الغير أخلاقية اللي يعني ده يا أستاذ أيمن اللي اتكلمنا فيه، اللي احنا قلنا مش هنتطرق لأي حاجة ولا لأي كلام، احنا بس بندعم ونساند منتخبنا الأولمبي إن شاء الله بإذن الله حتى نهاية آخر مباراة ليه في الأولمبياد، وإن شاء الله بإذن الله تنتهي بتحقيق ميدالية لمنتخب مصر. يوسف المنياوي بنصبح عليك، بيقول منتخب مصر بنسبة كبيرة تأهل، يكفي التعادل قدام أسبانيا عشان يتأهل، وإن شاء الله منتخب مصر قادر على الفوز على أسبانيا، بس نلعب بروح المنتخب المصري، وكل التوفيق للمنتخب الأولمبي في مباراته القادمة. تحياتنا ليك يا يوسف. يونس أبو فريح، صبح عليك يا يونس، بيقول فرص منتخب مصر في التأهل تتخطى 80%، يكفينا التعادل لكي نتأهل، بس لازم نلعب بروح والعزيمة والإصرار علشان نفوز، ويعني التعادل يعني يكفينا، لكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراة المقبلة. وتحياتنا ليك يا أستاذ يونس، وإن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم خلال المباراة القادمة أمام المنتخب الإسباني، وبنتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لكل البعثة المصرية المتواجدة في أولمبياد باريس 2024، يعملوا اللي عليهم ويحققوا أقصى حاجة لبلدهم مصر، جمهورية مصر العربية.